السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برجع لكم بمقطع جديد. مقطعنا اليوم على لعبة الأستاذة المعفنة. يلا بنعمل كليم. الله الزبدة يا جماعة. اللعبة هي يعني بلعبها بالمحاكي عشان هيك ما أدري إذا في إعلانات كثيرة أو لا، بس الزبدة. يلا بنبدأ. اللي مو مشترك يشترك. ويلا يلا شابتر الأول. إيش ذا؟ يلا بنلعب. بس ما أدري يا جماعة، ذي أول مرة بلعب هي اللعبة وما بعرف أي شيء عنها واللي إعلانتها. يلا يلا بس نطلع من الإعلانات. يلا ابدأ. يلا شكلنا حنوضع بعض الملح في الفطور حق الأستاذة. اجماعة وضعنا الملح. يلا بنوضع الملح. ذي مهمتنا في اللعبة، مو بنهرب أو شي هيك. يلا شكلها اللعبة مرة كويسة، شكلها ما راح تلاحقنا أو شي. يلا بس يلا بدينا. أنين بنفتح ذا؟ لا شكله بنحتاج مطرقة أو شي هيك. دقيقة بنفتح المتجر. يلا شكله بنشتري ذا. يلا بنستعمله يا جماعة. يلا يلا يجينا. هلا والله أستاذة. الأستاذة يا جماعة فينا نعرف مكانها يعني فوق. يلا مرة كويس. افتح ذا الباب. فتحنا الباب. إيش ذا؟ شكله ما فينا. يلا يلا هنا. يلا بنوضع يا جماعة الملح. يلا وضعنا الملح. وضعنا الملح في ملح الأستاذ. يلا بنهرب بنهرب الحين. هروب يا جماعة، هروب تكسيكي ذا. نغلق الباب ورانا. هلا والله الأستاذة وينه؟ بنفتح ذي. يلا بنغلق التلفاز. إيش ذا؟ يلا يلا بس نغادر يا جماعة. الأستاذة حتاخذ الطعام وراح تلاقي ملح في الحساء. يلا الأستاذة هنيك. يلا حتجرب الطعام. يلا حتلاقي الملح كثير. ياك يلا تستاهل يا اخي. يلا فزنا فزنا ليك يا جماعه. الرقصه عليك الرقصه. يلا الشيء الثاني يا اخي. ايش الاعلان دي؟ لا ما بدي. ايش حسوي الحين؟ يلا يا جماعه. يلا ذا عم تقول انه ذا هو افضل شيء، افضل برنامج يعني لها. ايش حنسوي؟ نحتاج شيء شكله. يلا بناخذ ذي حقه الرقص. يلا افتح. يلا حترقص يا جماعة. ذي اللعبة ما بتخوف. يلا شكله نحتاج ذي النجوم عشان نشتري اشياء. يلا فينا نطلب مساعدة هنا. لا شكلنا حنكسر تلفاز بالعصا او شي هيك. يلا وين العصا؟ بس حاسوي هالشي. بس وين العصا يا جماعة؟ العصا. يلا العصا هنا يعني. تعال تعال ابلع. اكسرنا التلفاز يا جماعة. يلا في هنا مدري. يلا ما في شيء. تعالوا بس يا جماعة نهرب الحين. يلا الأستاذة هنيك. يلا يا جماعة نجي من هنا احنا. هلا والله أستاذة وينك؟ يلا يا جماعة بنتركها يعني. لا الأستاذة ورانا 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 وراي 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 وراي. خلص خلص بنهرب بنهرب بنهرب. يلا ما في شيء. خلاص ما في شيء يا جماعة. كويس انه فينا يعني بنعرف مكان الأستاذة من الكاميرا اللي وراها. ذا يعني اللعبة ذي. دقيقة في هنا شيء؟ في شغلة؟ لا ما فينا. لا الله لقيت التلفاز مكسر. يلا يلا تستاهل. بس يا جماعة شكلنا احنا الأشرار في هاي اللعبة. مسكينة ذي الأستاذة، ايش سوت يعني؟ يلا الجولة الثالثة. الجولة يلا يا جماعة على فكرة شكله حنفسد الفستان حق الأستاذة الحين. يلا ايش حيصير؟ يلا يا جماعة شكلنا. يلا بسرعة 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 بسرعة. ايش حنسوي؟ دقيقة. لا ما في معنا نجوم يا جماعة. شكله حنفسد الفستان حق الأستاذة مدري. يلا لا مو في غرفة الألعاب. مو في غرفة الألعاب. لا هي في المطبخ يعني يمكن. هي هنيك. اغلق اغلق الباب. اغلقنا الباب اغلقنا الباب. يلا يا جماعة بنفتح ذي الغرفة. افتح اغلق اغلق الباب. يلا غلقنا الباب. يلا في نجمة هنا. تعالي
الحين يا جماعه بنجي هنا وبنشوف يعني ايش حنسوي. يلا ايش حيصير؟ يلا حنقطع الفستان حقها، شكله بنحتاج مقص او شيء هيك. يلا في نجمه هنا، تعالي. وين الفستان؟ لا ما نحتاج يا جماعه الحين. يلا في مقص هنا يمكن. ايش ذا؟ يلا شكلنا حنوضع كاتشب على الفستان حقها. في شيء ثاني؟ يلا فينا ناخذ ذي كل ذي الاشياء. صلصة حارة يا جماعة. يلا يلا بس نطلع. يلا بنلاقي هنيك نجوم، بناخذ ذي النجوم. تعالي. وفي نجمة هنا. في هنا عصير مدري. يلا فينا نشرب العصير ذا، شكله بيعطينا طاقة وحيوية. لا هي هنيك. اغلق اغلق الباب. يا جماعة يا جماعة هي ورانا. مرة غبية مرة غبية. يا اخي ذي الموسيقى، أول مرة يا جماعة ألعب لعبة رعب الموسيقى حقها ما في يعني رعب، يعني ما في رعب بالموضوع. يلا بس دقيقة بنفتح البيسمنت، بنفتح القبو، يمكن نلاقي شيء هنا. يمكن هي مسوية جريمة واحنا ما نعرف. افتح، ما فينا نفتح ذا. هلا والله. يلا في نجوم هنا، بناخذ النجوم، نجوم مرة بنحتاجها الصراحة. ما في شيء. افتح ذا، ما فينا نفتح ذا الباب. يلا بنجرب ذا الباب. نفس الشيء. يلا وين بنلاقي المقص؟ يا جماعة المقص يعني بنلاقيه فوق. يلا يلا بس نبحث هنا، يمكن نلاقي شيء. لا كيف صلحت دي التلفاز؟ شكلها اشترت تلفاز ثاني. يا جماعة بتقول انه شعرها مرة جميل وشيء. في شيء هنا فينا نستعمله. يلا شكلنا بنصعد لفوق. يمكن هنيك نلاقي الفستان حقها. يلا يلا شكله هنا الفستان، هنا هنا. تعال. افتح. اغلق. اغلق الباب. يلا ما نغلق الباب، ما بيهم. في شيء هنا؟ ما في شيء. يا جماعة وين الفستان؟ المنزل ذا مرة كبير. تعالي انتي، بناخذ النجمة ذي معانا. يلا شكله هيك. تعال. يلا ليك شكلي يا جماعة في المرآة، والله مرة جميل. يلا ايش بسوي؟ وين الفستان بس؟ والله لو فيني اعرف وين مكان الفستان بس. يلا شكلها هي بتعمل رياضة وشي هيك. لا في فخ هنا. دقيقة يمكن ناخذ ذا. يلا يا جماعة ذا غراء. يعني يمكن نستعمله ليك وغرفة تعذيب. يا جماعة أنا من الأول كنت شاكك أنها مسوية شيء هيك. شيء كبير. تعال افتح. يلا بنوضع ذا هنا. لا يا جماعة من هنا المطبخ شكله. يلا بس نصعد لفوق احنا. لا مسكتني مسكتني مسكتني. ما عم بسوي شيء، ما عم بسوي شيء في منزلك يا جماعة. هي قتلتني. دقيقة يلا نشاهد اعلان يعني. هلا والله. يلا يا جماعة الاستاذ هني. يلا بس احنا بنجي هيك. لا يلا ما شافتنا. والله يا استاذ اميرة ذي مرة غبية. يلا افتح ذا، يمكن شيء الاقي شيء. يلا ما في شيء. تعال في نجمة هنا. يلا ذو الفستان. تعالي يا جماعة تعالي، بناخذ ذا. يلا بنوضعه هنا. لا شكله ما فينا. دقيقة بس بنوضع ذا يمكن. لا شكله ما فينا. بنوضع ذا يمكن. يلا وضع. يا اخي ليش؟ يا جماعة بنحتاج يعني مقص او شيء هيك عشان نقطع. والله هنا يا جماعة ليش ما بين مفتاح ذا معاي؟ تعال خذوا. يلا الله يا جماعة اخذنا المقص. يلا شكلها حنخرب الفستان حق الاستاذة. يلا هي عم تعمل يوغا هذيك، اعمل يوغا اعمل يوغا. يلا قطعنا ليه وكيف تركنا الفستان؟ يلا زبدة زبدة. يلا مسكينة ذي.
يا جماعة يا حتبكي بس والله يا جماعة صعب يعني صعب يا أخي ليش بنسوي كذا؟ لو في سبب يعني ما ليش، بس لو ما في سبب ما أدري ليش حسوي كذا. اللعبة بتقهر صراحة، مليانة إعلانات، إيش حنسوي الحين؟ يلا شكلنا حنوضع ملح في الدخل الشيء حقها، شكله هيك يا جماعة الصراحة. عم بيقولون يعني بنبحث عن القلم أو شيء هيك. لا 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 افتح ذي. يلا يا جماعة شكله هنا ما أدري. يلا هي غبية. يلا خذ الملح، خذ الملح يا أخي ما قدرت أخذ الملح. يلا يلا اهرب اهرب اغلق. يلا يا جماعة الحين لا يا وراي يا أخي تركينا بس نعمل شغلنا يا جماعة، بس بدي أخذ المفتاح. لا اهرب. يلا مرة غبية مرة غبية مرة غبية، هي وراي بس ما تدري أني أنا وراها. دقيقة بس يا جماعة، يلا افتح ذا. يلا هي ذهبت الحين. يلا يا جماعة الحين بنشوف شغلنا. تعال ايش ذا يا جماعة، ما ادري ايش حسوي بس شكله. تعالي يلا يا جماعة هيك شكلنا حنمسك ذي، ما ادري وين بنوضعها. دقيقة دقيقة والله ما ادري، والله بنرمي فيه هنا بس. يلا رميناها في سلة المهملات. لا شكله بنحتاجها. ورا يلا رميتها هنا. يلا يا جماعة شكله بنحتاج أريكة أو شي هيك، قطاع حق الأريكة. يلا وين الأريكة ذي؟ يلا هنا شكله ما أدري. يلا برضع هنا يمكن. لا ما في، مو هنا مو هيك. خذ يا مسكتنا يا جماعة. لا انمسكنا والله حرام. لا ايش بسوي انا بجريدة؟ يلا بنرمي الجريدة هنا ما بنحتاجها. يلا بس ناخذ الأريكة ذي ونشوف شغلنا. لا افتح. الله يا جماعة يب تركض. لا يا مره غبي. لا 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 هربنا هربنا. الله يا جماعة الحين بنذهب من هنا. تعالي بس والله. لا يا جماعة ليش بناخذ ذي وبنضربها في راسه؟ يلا شكلنا بنحتاج أريكة شي هيك. يا أخي ذي غرفة تعذيب. لا لا تقول حتضعني هنا وتعمل شغلها فيني. يا جماعة احنا بنحتاج إبرة، بس وين الإبرة ذي؟ عم بفتش بس ما لقيت ولا إبرة. لا لقتني لقتني. يلا 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 يا مامي. يا أخي ليش حظي كذا؟ يلا 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 هي هنا 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 هنا. تعالي تعالي. يلا يا جماعة ذي بنرميها هنا هيك، بعدين ناخذ البطانية وبنخفيها. يلا هيك 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 هيك. يلا يا جماعة بنهرب الحين بنهرب. الله عليك مثل المقالب يعني، هي بتجلس هنيك خلص. يلاك يا جماعة. يلاك يا جماعة كيف صار؟ يلا يلا الجولة الثانية اللي بعدها. والله ما ادري كم جولة اخي، اعلانات يعني في كل مكان. يلا بدينا. Shut up you silly cat. I'll keep you locked in here forever. عم تقول اسمعوا هي ايتها القطة حتركك هنيك للابد. شكرا يا جماعة. يلا حنبحث عن مكان القطة ذي، بعدين ناخذ المفتاح، ناخذ المفتاح عشان نحرر القطة. يلا هي هنا، عم بسمع صوت من هنا شكله. يلا يا جماعة ذي غرفة التعذيب. يلا القطة المسكينة شكلها حتقتل القطة. تعالي يلا تعالي معاي. يلا يا جماعة بنق. لا اهرب. نهرب 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 نهرب. يلا يلا بنهرب الحين. لا يا جماعة شكلها بتسمعنا، ما ادري شكلها بتسمعنا. لسه عم تركض وراي. لا وراي وراي وراي. لا اركض 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 اركض. مسكتني. لا هي ورانا. لا يا جماعة شكلها بتسمعنا. يلا يلا بس نغادر، يلا بس نغادر.
يلا يا بوران يا بلاح تظل تتبعنا عشان القطة بتصدر صاك. يلا هربنا 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 قربنا من الباب يا جماعة يا ورانا لك ويو الله يتسمع يلا هربنا هربنا أخيرا أنقذنا القطة المسكينة من التعذيب كانت حتحذبها. يلا يلا فزنا الزبدة هيك بتكون نهاية حلقتنا اليوم. أتمنى عجبكم المقطع لو تريدون يعني بننهي اللعبة نختمها مدري في أجزاء كثيرة يعني في مهمات كثيرة زي هيك. لو عجبتكم اللعبة خبروني في الكومنتات ولا تنسوا تقدموا المقطع باللايك والاشتراك ولا بشوفكم مقطع جديد.